صباح الورد، اهلا بيكم في حلقه جديده من مونتسوري مصر. النهارده هنتكلم في حلقه زي كل يوم سبت عن المشاكل اللي انتوا بتبعتوها لي على مقالات وبرامج مروه رخم. هنبتدي باول مشكله. كل سنه وانت طيبه يا مروه، وفي حاجه بتعرض لها اليومين دول وعايزه رايك فيها. بنوتي اللطيفه الرقيقه الجميله بقت كائن يخنق، بترد عليا دايما زي مثلا لو سمحتي تكلمي بصوت واطي. لا مش هتكلم بصوت واطي، وبتكون بتزعق مش لعب وضحك يعني، ومواقف كتير زي كده. واتكلمت معاها بالراحه ما تسمعش الكلام وعلى طول معترضه، واقول لها الاول افهمي واختاري تروح معيطه، ونوبات صريخ وغضب، وفي ساعات بفقد اعصابي ودايما عايزه تقلد اصحابها في الحضانه بشكل فظيع. يعني لو في مثلا لبن وزبادي تستنى لما تشوف صاحبتها ياخدوا ايه وهي تختار زيهم، حتى لو هي حاجه مش بتحبها. وامثله كتير جدا في طريقه الكلام وفي طريقه التعامل، وابتدت تلقط تصرفات مش حلوه وانا مش عارفه اعمل ايه. طيب الحكايه اللي بتحصل دي بتحصل في نهايه السنه الثالثه بدايه السنه الرابعه، يعني لما الطفل يبقى قرب يكمل 4 سنين بيحصل الانقلاب الفظيع في الشخصيه دي. بيبتدي يبص للي حواليه وبيبقى عايز يعمل زيهم، وبيبتدي ان هو يبقى عايز يفرض رايه ويفرض شخصيته. لو تفتكروا ان زمان اما الطفل ده كان عنده 2 سنين مر بمرحله مشابهه، ان هو عايز يعتمد على نفسه في كل حاجه حتى لو مش بيعرف. انا اكل نفسي، حتى لو هو مش بيعرف يمسك المعلقه، انا البس، انا اقلع، انا استحمى. فكل كام سنه كده الطفل بيمر بمرحله من التطور والنمو في شخصيته، ان هو بيبقى عايز يبقى نفسه، وعلشان يعرف هو مين بيمر بالمراحل دي. طيب زي ما قلت لك دي حاجه طبيعيه جدا بنتك بتمر بيها، تعملي ايه فيها بقى؟ اول حاجه بالنسبه لموضوع التقليد، حاولي تحطيها في وسط، ما تبقاش بتلقط منه عادات مش لطيفه. يعني مثلا عاده ان هي تدبدب في الارض او ترمي نفسها في الارض او تصرخ او انها ترمي حاجات في وشك، دي عادات هي لقطتها من ناس حواليها. يبقى انت حاولي تحطيها وسط ناس بيتصرفوا تصرفات مش ضد اللي انت بتحاولي تربيها عليه. ادي كده اول حاجه بالنسبه للتقليد. بالنسبه للاختيار وانها تاخد زي صاحبتها، دي مرحله ومعلش هتعدي مع الوقت، ما تعمليش فيها اي حاجه وما تزوديش في الكلام فيها عشان ما يلزقش الكلام في دماغها. لكن هي مع الوقت لو كل مره اختارت زي صاحبتها واللي اختارته دوت مش عاجبها، هتلاقيها مع الوقت هي رجعت في كلامها ونفرت منه تماما. بالنسبه لموضوع المقاوحه معاكي والرد عليكي، دي محاولات برضو لفرض الشخصيه. اول حاجه ما تفقديش اعصابك، تاني حاجه ما تزعقيش، تتكلمي بشده وبحزم لكن من غير زعيق، بمعنى الكلام بصوت واطي، ولو عليتي صوتك انا مش هقف اتكلم. منتهى الهدوء كده، الصوت عالي تاخدي بعضك وتمشي. لقيتيها بتدبدب انا مستنياكي، عايزه تيجي تتكلمي بصوت واطي تعالي انا واقفه. فكده معناها تعرف ان القاعده هي الكلام بطريقه معينه، وان اي حاجه تانيه غير مقبوله وهتكون مرفوضه. انا عايزاكي تبقي دايما مهديه اعصابك في التعامل معاها، وما تفكريش في ان انت هتتعصبي او ان انت بتفقدي السيطره او اي حاجه من الحاجات دي. انا عايزاكي دايما وانت بتتعاملي معاها تتعاملي انها مرحله وهتعدي، وان بلاش يبقى فيه نتائج مدمره للموضوع ده. طيب معانا مشكله تانيه، بنتي عندها 4 سنين ونص. لما بتشوف اي حد تعرفه او ما تعرفوش ما بترضاش تسلم، حتى مامتي وحتى اخواتي، ولما نروح لهم او يجوا عندنا ما بترضاش تسلم ولا تكلم حد غير بعد نص ساعه او ساعه، تبدا تندمج ويبتدي يتكلموا معاها وتتكلم معاهم. حتى باباها لما بيرجع من الشغل اوقات كتيره ما بترضاش تسلم عليه، وسلوكها ده مزعلني جدا وبيكسفني منها قدام الناس. طيب انا عايزه كل الاهالي وكل الامهات اللي بيتفرجوا علينا ينسوا موضوع بقى ايه تكسفني قدام الناس. اللي عنده عيال بيتكسف قدام الناس، هيتكسف لاي سبب، اي سبب، ان ما وقعوش حاجه هيكسروها، وما كسروش حاجه هيدلقوا حاجه، وما دلقوش حاجه هيشدوا حاجه، وما كانش بالشده هيبقى بصوت عالي، وما كانش بصوت عالي هيبقى بزن، وما كانش بزن هيلاقوا طريقه تانية.
الأطفال بيتصرفوا بطبيعتهم، وهي دي طبيعة الأطفال. وعلشان يبقى عندنا بني آدم مسيطر تماماً على انفعالاته وعلى تصرفاته وعلى قدراته، يبقى احنا بنتكلم في شخص عنده 7-8-9 سنين، وما بتجيش فجأة، وبرضه بتجلي منهم وبتطلع منهم تصرفات مش مظبوطة. فحكاية تكسفك قدام الناس دي أرجوكي اركنيها على جنب. موضوع انها بتاخد وقت على ما تتعود على وجود الناس، حتى لو ناس هم عارفينها زي مامتك وباباكي وباباها هي شخصيا، ده بيبقى صفة وطبع في الأطفال، ودوت بينتهي أو بيمر بسلام يعني لما بيكبروا مع الوقت، وبيبقى عندهم ثقة في قدرتهم على التعامل وقدرتهم على الاختيار. هي دي اسمها شخصية حذرة أو شخصية حريصة. ده معناها إن هي بتتوخى الحذر والحرص قبل ما تبتدي تبقى لطيفة ومتكلمة وبتهزر والكلام ده. ما تضغطيش عليها وما تفرضيش عليها تسلم على حد هي مش عايزة تسلم عليه. خليها تكون انطباعاتها عن الناس وتعمل في راسها فايلات، مين أسلم عليه، مين ما سلمش عليه، مين مؤذي، مين صديق، مين عدو. ابتدي هي ترتب الحاجات في دماغها، والمرحلة دي هتعدي مع الوقت لوحدها. طيب، عندنا كمان مشكلة تانية، مشكلة بتاعت واحدة بتقول ابني للأسف رافض الأكل جدا جدا، لدرجة أنه استفزني مرة وكتفته بإيدي ورجلي علشان أكله غصب عنه، وطبعا عياط وصريخ، وعارفة أنه غلط بس أنا مش عارفة أعمل إيه، وهو بيحب التوفي والشوكولاتة وعايز يأكلها على طول، ولما بيطلبها بعرف أنه جعان فبحاول أديله أكل البيت وبيرفض، فساعات بديله من ده وبديله من ده. ابنها ده عنده 3 سنين وشهرين. طيب، ناخد الحكاية من أولها. مين اللي عرفه سكة الحلويات؟ عرفها في البيت. يبقى دي أول حاجة، إن إحنا نأخر على قد ما نقدر إن الأطفال يأكلوا حلويات. الحلويات دي ما فيهاش أي فايدة ولا أي قيمة غذائية، كلها سكر، تخليهم يهايبروا وبتخرجهم عن شعورهم وبتسد نفسهم كلها مشاكل. فإحنا من الأول خالص 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 نعود ولادنا على الأكل الصحي. وأنا كنت عاملة حلقة في الأول زمان خالص من شهر وشوية كده على موضوع الأكل دوت، ياريت نرجع نبص عليها. بالنسبة بقى للطفل اللي مش عايز يأكل، موضوع إن إحنا نكتفه ونأكله بالعافية ده ما ينفعش خالص. اوعى نأكله ونكتفه ونأكله بغصب عنه، ده سلوك غير أدمي، ما ينفعش. إحنا عايزين الأطفال من وهم لسه صغيرين خالص 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 في سن 6 شهور بيجربوا يأكلوا أكل خارجي غير اللبن، إن هو يتعود يفتح بقه لوحده، وإن هو يتعود يأكل بس لما يكون جعان. يعني إيه؟ يعني دلوقتي ماريا مونتسوري بتقول إحنا حطينا الأكل في المعلقة وقربنا المعلقة من بق الطفل، لو الطفل مقربش راسه وفتح بقه يبقى هو مش عايز يأكل. من الكلام دوت ليه؟ علشان ينمو عند الطفل شعورين، ينمو عند الطفل شعور بالرغبة في الأكل، وينمو عند الطفل شعور بالشبع. لكن اللي بيتأكل غصب عنه دوت معدته بتنسى يعني ايه تجوع، وبتنسى يعني ايه تشبع، وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في سن المراهقة ولما يكبر. يبقى نعمل ايه؟ ياكل وقت ما هو عايز، نشيل الشوكولاتة والتوفي والبونبوني والكلام ده كله، وأكل صحي، جعان اتفضل كل، مش جعان لما تجوع يبقى تعالى كل. هيقعد يوم واثنين وتلاتة وبعد كده هيلتزم. صباح الورد، وأشوفكم في حلقة جديدة من مونتسوري مصر.